والله كابتن احمد، يعني اكيد انا ما خدتش حقي اعلاميا وانا ما ببصش لكده خالص. زي ما قلت لحضرتك في بدايه كلامي، انا ببص قد ايه حب الناس ليا، هو ده اللي بيعوضني عن التكريم، عن الاعلام، عن الناس دي كلها. هو ده اهم حاجه الواحد في مسيرته. ناس ياما، ناس لعبت والناس مش فاكراها، او الناس مش حباها. فاكيد الواحد حب الناس ده هو اللي بيعوضه عن كل شيء. فاتمنى زي ما قلت لحضرتك ان ده يفضل معايا لحد اخر يوم في عمري ان شاء الله. تفضل الناس فاكره حد اسمه حسن عبد رب ان شاء الله، دايما. لان احنا هيجي يوم وهنبطل، فمش هيفضل غير السيره الكويسه. صحيح. فده اللي الواحد بيركز عليه وهو في الملعب وهو بره نعم. الملعب، مع معاملاته مع الناس. هو ده اهم شيء في البني ادم في نعم. حياته، مش لازم ده حسني يبقى عبد لعيب رب كوره او كده. بفانيله المئويه، كانت في مباراه تونس مش كده؟ دي كانت في مباراة تونس، ويمكن ده كان الماتش المية ليا. وانت عارف حضرتك كابتن احمد ان مفيش عدد كبير جدا من مصر اللي داخلين نادي المئة، يمكن 13 لعيب. 13 لعيب. نعم. فانا كنت اتمنى طبعا تكريم يليق بيا اولا. هي بس الظروف، الظروف كانت مع الخروج والخسارة، وكان عارف في يا حالة كابتن احباط احمد، في الشارع المصري. هي دي الثقافة اللي احنا يعني احنا مش عايشين فيها. اتفرج بره حضرتك في المنتخبات العالميه، شوف اللي بيوصل نادي المئة ده بيعملوه ايه، صحيح. بيكرموه ازاي. عايزين نفصل يا كابتن احمد بين المشاكل وبين التكريم. صحيح. انت لما بتعمل انجاز، وبين ده يعتبر الاخطاءات انجاز يا والتكريم. كابتن نعم احمد، ده نعم يعتبر انجاز. انت نعم بتكبر لعيبه، بتكبر اللعيب بتاعك اللي اخلص وادى كل حاجه لمنتخب بلده. نعم فتكريم بسيط لي نعم يحسسه اللي هو فعلا انت عايز الراجل ده. تكريم معنوي انت. بس انما بالظبط. مش عايز اقول بقى ان كل المشاكل والظروف لازم نفصل يا كابتن احمد. صحيح. وهو ده اللي احنا بنمر بيه، احنا ما بنفصلش، ما بنعرفش ازاي ان احنا نحقق القصه في القضاء ومشاكل تانية الدوري يرجع. ما بنعرفش نفصل، كل حياتنا ملخبطه في بعض. فهي دي المشكله اللي احنا بنمر بيها كابتن احمد. بس انا حتى نادي الاسماعيلي، يعني حتى نادي الاسماعيلي ما كرمنيش، فدي شيء يعني بيزعلك. مزعلني اكتر بقى، لان انت يعني عملت مزعلني كتير اكتر. للنادي يعني الحياه يعني. نعم. زي ما حضرتك بتقول كان في مشكله في المنتخب، ماتش تونس والكلام ده ما فرقتش معايا بصراحه، على قد ما انا يعني كنت محتاجه. بس قلت خلاص الظروف والنتائج والكلام ده، برغم ان انا كنت مستنيها. طبعا. بس ما فيش مشكله، بس كنت مستني من نادي الاسماعيلي. أيوه. نادي الاسماعيلي مين في تاريخ نادي الاسماعيلي عمل اللي انا عملته؟ مع احترامي للجميع، كنادي نادي ما الاسماعيلي كنادي ما نعم بتكلم في كده. نعم. انا يعني نادي الاسماعيلي مر عليه لعيبه احسن من حسني 100 مره، نعم، ولعيبه الناس عمرها ما هتنساها. نعم. بس عاوز من كلمه انا كمان، اخلصت للنادي ده وعملت النادي ده، اكيد. فكان الواحد منتظر من كنت النادي منتظرها كتكريم. بس خلي بالك معنى لازم تفصل ما بين النادي والجمهور يعني. بالظبط. وانا عارف ان علاقتك بالاداره طيبه يعني، والجمهور الحقيقه شايل لك حاجات كتيره جدا في الاسماعيليه، ويعني رافعينك فوق الاعناق دايما وابدا معنى يعني. كل حاجه. بص يا كابتن احمد، كل حاجه مترتبه على حاجه، يعني نعم. بنقول التكريم بيقابل حب الناس.